السلام عليكم. إذا ما كان التعليم أحد أهم مقاييس التقدم العلمي والتمدن الأخلاقي في الأمم، فلك أن تتخيل حال هذا التعليم في الوطن العربي الذي ربما بات وطناً لأشياء كثيرة ليس من بينها التعليم الجاد ذو المردود الفكري والعلمي. حتى وإن كان هناك بعض الصور المشرقة في التعليم، فإنها لا تغني من حاجة العرب إلى منظومة تعليمية متينة تصنع في الطفل شخصية قوية ونفساً بحاثة تنزع نحو التفكير والاستكشاف وحب المعرفة. يتفق كثير من الخبراء التربويين العرب أن الحالة التعليمية في الوطن العربي اليوم ملتبسة وغير واضحة الرؤية. بعضهم يربط ذلك بأسباب سياسية، وآخرون يردونه إلى المعضلة الإدارية، وفريق ثالث يرى الأزمة في غياب الروح الابتكارية القادرة على إنجاز مناهج تعليمية متكاملة تخرج أجيالاً عربية تجمعها الأفكار والمصائر وتعمل لتحقيق قفزة في البلدان العربية. مسائل التقدم والهوية كأثرين لنظام تعليمي قوي ومتين تثيران الجدل بشأن ثنائية الانغلاق والاختراق. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نتوقف مع واقع التعليم العربي، وخصوصاً في المرحلة الابتدائية من حيث أساليبه وبيئته، ونتطرق إلى شخصية الطفل العربي التي تصاغ في المدارس، كما نتحدث عن كيفية إنضاج منظومة تعليمية تقفز من فوق ألغام الانغلاق والاختراق. أهلاً بكم. التعليم في الوطن العربي وخاصة في المرحلة الابتدائية التي تمثل السنوات التكوينية للطفل، إذ تبنى فيه شخصيته ويتحدد فيها مستقبله، تعاني هذه المرحلة مشكلات لها أثرها الكبير في انتشار الأمية التي بلغت نحو 58 مليون أمي بين عامي 2008 و2015 بحسب المرصد العربي للتربية. يمثل الحصول على تعليم أساس جيد مرتكزاً لتحسين الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن أزمة التعليم المزمنة في العالم العربي جعلت نصف الطلاب العرب لا يتلقون أساسيات التعليم في مدارسهم، التي تعاني نقص التمويل أصلاً ومن حجم الصفوف المكتظة والمناهج غير الملائمة، فضلاً عن نقص التقنية الحديثة أو انعدامها والوضع السيء لبناء المدارس ونظافتها وفقاً لتقرير اليونسكو في عام 2014. التحديات الأكثر أهمية في مجال التعليم لا تقتصر على النواحي الكمية كالإنفاق على التعليم، وإنما في تردي نوعية التعليم المتاح. وهناك أمور أخرى تؤثر تأثيراً حيوياً في تحديد نوعية التعليم، لعل من أهمها سياسات التعليم ووضع المعلمين ومناهج التعليم وأساليبه، فضلاً عن الوضع السياسي والأزمات المستمرة. البنك الدولي ومنذ سنوات حذر من تخلف مستوى التعليم في العالم العربي، وأنه بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، فقد خصصت الدول العربية 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي و20% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم في الأربعين سنة الماضية. التعليم في الوطن العربي بحاجة إلى دراسة مستفيضة لمعرفة الخلل الكامن فيه، وأن مشكلات التعليم هي في الواقع منظومة معقدة ومتشابكة من المشكلات التي يعاني منها عالمنا العربي في المجالات كافة. فالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤدي دوراً أساساً فيها، ولا يمكن حلها إذا لم نبدأ بالمصارحة الشفافة عن أوضاعنا الحقيقية ومحاولة وضع خريطة طريق صالحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لإيجاد جيل يعرف كيف يفكر وكيف يفهم شؤونه الحياتية وكيف يتعامل معها، وليس كيف يحفظ ويتذكر وينقل المعلومات. هذا الموضوع نطرحه على ضيوفنا الكرام. معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد القاري الباحث في السياسات اللغوية، وكذلك في الاستوديو الدكتورة تقوى عتيلي الخبيرة التربوية، كما سيشاركنا الحوار عبر تطبيق زوم من القاهرة الأستاذ أحمد عبد الباري الخبير في الرقابة المدرسية وتقييم المناهج. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا مع الأستاذ القاري، يعني نحن طبعا حديثنا في هذه الحلقة يتركز على التعليم الابتدائي ابتداء، لأنه هو المرحلة التأسيسية في العملية التعليمية برمتها.
ما الغرض ابتداء، ما الغرض المتوخى من أي عملية تعليمية؟ الغرض الأول تكوين شخص معتز بنفسه، منتمن إلى هويته، قادر على أن يستفيد ويفيد. في المرحلة الابتدائية أخطر أهم شيء هو أن يتعلم التلميذ كيف يقرأ ويفهم ما يقرأ ويستفيد مما يقرأ ويستمتع بما يقرأ وكيف يكتب خط جميل، كتابة منطقية سليمة من الناحية اللغوية ومفيدة، كيف يحسب، الكتابة، القراءة، الحساب، أمور بسيطة جدا هي، والبناء على الهوية هي أخطر شيء في المرحلة الابتدائية في رأيي، دون تعقيد ودون يعني استخدام مصطلحات تربوية يعني لا تكاد تفهم. هذا هو اللب الذي يجب التركيز عليه في المرحلة الابتدائية في رأيي. يعني هي مسائل ربما يكون ظاهرها كما تفضلت بسيط، لكن عملية صوغ هذه المسائل وبنائها في نفس إنسانية ربما هنا تنشأ التحديات. نعم، هي تحديات كبيرة جدا، والجانب المعنوي فيها هو الأخطر. أنت تحتاج إلى أستاذ معتز بنفسه، معتز بأمته، يشعر بالانتماء لها، معتز بلغته، معتز بآداب لغته، معتز بتاريخه، لكي ينقل هذه العزة وذلك الشعور بالانتماء وذلك الافتخار وتلك الرغبة في الانتصار، الرغبة في البناء، الرغبة في خدمة الأمة إلى التلميذ. إذا كان العكس هو الذي يحصل، عندك أستاذ منكسر من الناحية المعنوية، منهزم حضاريا بل حتى ربما منسحق، في هذه الحالة كيف لك أن تتوقع منه أن يبني يعني تلميذا وفق ما هو مطلوب فعلا من المدرسة الابتدائية؟ بل سيحدث العكس، سيكون عندك تلميذ مهزوز لا ثقة له في نفسه ولا في أمته، وفي جيل مهزوز، وهذا الذي نعاني منه حاليا للأسف. هذا صراحة يعني النقاط مهمة، يعني هذه الأغراض دكتورة تقوى. أريد أن أسألك سؤالا يعني ذا بعدين. البعد الأول، هل هذه الأفكار أو الأغراض والأهداف التي تحدث عنها الأستاذ أحمد واضحة في نفسية القائمين على مناهج التعليم، وما مدى ما تحقق منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القائمين على مناهج التعليم الأصل أن تكون واضحة في أذهانهم، لكن ليس كلهم يستثمر ذلك في الإحسان في المناهج طبعا، ثم أن من يطبق هذه المناهج كما قال الأستاذ دكتور عفوًا أحمد المعلم طبعا، وأنا أحضر للموضوع يعني راودني في كل لحظة المعلم الحي، المعلم الحي، المعلم الحي، هو يحيي هذه الأفكار وهذه الهوية في نفوس طلبته. فالمناهج، معدو المناهج يعدون منهجا قد يكون فيه بعض الضعف، لكن المعلم الحي سيرمم هذا الضعف وسيعين على يعني ابتكار ما هو أفضل يعني يساعد في يعني تعويض الموجود. حقيقة كلنا عرفه وفيما مضى المناهج لم تكن بالصورة المثالية، لكن معلمون بسطاء عندهم انتماء وهوية استطاعوا أن يعالجوا هذا في مواقف تعليمية تعلمية، زي ما حضرتك حكيت موضوع الطفل الباحث أو الطالب الباحث، أنتج هؤلاء الأطفال لأنه عنده انتماء وعنده هوية وعنده حياة حقيقية وهدف رآه في حياته أو في أحلامه أن يحقق أطفالاً يعيدون لهذه الأمة مجدها. فالمناهج ومن يقومون عليها ليسوا هم الأشخاص الوحيدون المؤثرون في ذلك. طب يعني الآن أنت يعني كما لو أني لمحت في كلامك يعني أو أستنتج تلميحاً إلى أنك تقرين بأن المنظومة التعليمية في الوطن العربي الآن لا تحقق الغرض منها، وهي بناء شخصية قوية معتدة بهويتها تستطيع القراءة وفهم ما يجري إلى آخره. قولا واحدا. نعم، قولا واحدا. نعم. طيب سنتحدث بعد ذلك عن 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 عن, عن المسؤول، وربما هنا نسأل الأستاذ أحمد عبد الباري في القاهرة. يعني يبدو أن ضيفينا حتى الآن مجتمعان على قضية أن الأهداف لم تتحقق في المنظومة التعليمية العربية. أريد أن أسألك عن الخلل، هل الخلل في حجم الإنفاق مثلا، أم ربما أن يكون في أساليب التعليم التي تقوم على التلقين والأنماط التقليدية في إعطاء الأولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية
أشكر حضرتك يا أستاذ جهاد، وتحياتي لضيوفك الكرام ولفريق الإعداد وللمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. في الحقيقة أن هذا الموضوع هو في غاية الأهمية، ومن الممكن أن نقول إن الفلسفة في غاية الأهمية. هنا تحضر الفلسفة، بمعنى ما هي الأيديولوجية؟ ما هي القناعات؟ هناك التباس موجود حتى عند كثير من أو عند الكثيرين من المتصدين لهذا الشأن، وأن هناك لبسا ما بين التنمية وبين النهوض وبين التقدم. هناك فرق، فالذي ينظر إلى التنمية على أنها يعني هي النهوض أو التقدم، يحدث اللبس مما يؤدي إلى شراء أشياء دون الرجوع إلى الفلسفة. الأفكار، نعود إلى الأفكار. هذا الطفل أو هذا الطالب في المرحلة الابتدائية يصوغه من؟ القضية ليست قضية جزئية، لا نستطيع أن نتحدث عن المدرسة بمعزل عن المجتمع، عن الإعلام، لا نستطيع أن نفصل كل هذه القضايا عن الفلسفة الكبرى، عن ما وراء هذه الفكرة. لابد أن تكون هناك فلسفة دافعة، أفكار حية هي التي يصاغ منها المنهج، لأن المنهج ما هو إلا تعبير، ما هو إلا انعكاس لثقافة المجتمع، لتوجهات المجتمع، للفلسفة، للمرجعيات التي يعود إليها هذا المجتمع، لطبيعته، لمكوناته الثقافية والحضارية، لهويته، لقيمه. كل هذه منظومة هي التي تصنع المنهاج، وبالتالي المنهاج يشكل بعد ذلك هذه، يقوم بدوره في صياغة هذه الشخصية. فلا نستطيع أن نتحدث ونحن يعني بعيدون عن الفلسفة، عن الفكرة، عن الفكرة الحية. الأستاذة الفاضلة بارك الله فيها تكلمت عن المعلم الحي، وأنا أتفق معها تماما. هذا المعلم الحي لابد أن تكون وراءه رسالة حية. نعم، رأينا ونشاهد في إطار التدريس وفي المدارس وفي المعاهد العلمية، هناك فعلا أفراد رساليون يقومون بدور هائل حقيقة في محاولة يعني بذل الجهد لرفع الأمة من وحدتها، من أزمتها الحضارية. ولكن لا بد أن يكون مع هذا المعلم الحي منظومة متكاملة، شبكة مفاهيمية عالية مقتنعة أنها قناعة بدور التعليم في إنهاض الأمة، كشأننا يعني لسنا بدعا من الأقوام، شأن كل الأمم وكل الشعوب التي نهضت عندما نهض التعليم، لكن سبقته فلسفة رائدة موجهة محركة ولدت أفكارا حية فاعلة، هذه التي أنتجت المسؤول، من المسؤول عن تحديد وبيان أو وضع هذه الفلسفة أو التصورات أستاذ أحمد؟ هذه الفلسفة أستاذ جهاد هي نابعة من مثلا نحن أمة مسلمة وأمة عربية، تمام، تمتزج فيها العربية العروبة بالإسلام بالحضارة، ولنا تاريخ، لنا مقومات، لا ننكر هذا، ولابد أن تتألق هذه المقومات من جديد، وهذه المنظومة القيمية لابد أن تنهض من جديد. ولكن هذا النهوض لهذه المنظومة فيه أزمة. أستطيع أن أقول مثلا نحن عندنا فجوة بين القيمة المجردة والقيمة المتجسدة. نحن عندنا نوع من الفصام، ويعني مش عايز اقول الفصام النكد كما قال بعضهم، بين القيمة المجردة وبين القيمة حين تتجسد. اضرب لحضرتك مثالا، مثلا لو سمحت لي، انا اريد ان اسمع منك، وحقيقة ما تتفضل به يثير شهيتي تجاه كثير من الأسئلة، لكن لو اذنت لي ان نؤجل هذا الى بعد قليل، يعني الى ما بعد الفاصل، لانه مرتبط بالشخصية التي تصاغ في المدارس العربية، ومن خلالك اعود مرة اخرى الى ضيفنا الاستاذ احمد. هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بالتعليم الحكومي، هذا معروف، لكن في السنين الأخيرة لاحظنا نشوء
تعليم خاص، المدارس الخاصة غطت الوطن العربي تقريبا بأكمله، ومع ذلك لم نستطع أن نشاهد منظومة تعليمية تحقق الغرض الذي تحدثت عنه في مستهل الحلقة. هل المسؤول إذا ما أردنا أن نوزع المسؤولية، يعني إذا ما شبهناها بالدماء وأردنا أن نوزع من المسؤول عنها، هل السياسة، هل هي النظام السياسي، أم أن جانب الإداري، أم البيئة التعليمية المرتبطة الفقيرة، يعني ليس فيها روح إبداعية؟ يجب أن أشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لتجربة المدارس الخاصة في العالم. معظم المدارس الخاصة في البلدان الحرة لا تكون مدارس تجارية، وإنما تكون مدارس تسيرها هيئات وقفية ربما. وقفيات. فأكبر هيئة تسير المدارس في أوروبا مثلا هي الكنيسة الكاثوليكية، تتبع لها في أوروبا أكثر من 34,000 مدرسة في فقط ربما في المرحلة الابتدائية. في فرنسا وحدها 2 مليون من التلاميذ يدرسون في مدارس تابعة للكنيسة الكاثوليكية. في بلجيكا 40% من تلاميذ المرحلة الابتدائية يدرسون في مدارس تابعة للكنيسة. في أيرلندا الشمالية مثلا 95% من التلاميذ هم في مدارس تابعة للكنيسة، يعني هي ليست مدارس ذات غرض ربحي، وبالتالي يكون فيها الحافز هو حافز رسالي. هناك تضييق على هذا الأمر في بلدان العربية للأسف، في إطار مشاكل الحرية ومشاكل السماح للمجتمع بأن يعني يتحرك، بأن ينظم نفسه، بأن يكون له الحق في الاجتهاد. طبعا عندما تكون عندك مدارس خاصة تابعة لجهات وقفية، فتلك الجهات لها مجال واسع لأن تجتهد. فمدارس تابعة لمثلا الكنيسة الكاثوليكية ليست هي نفسها التابعة للكنيسة البروتستانتية في الحالة الغربية، ليست هي نفسها التابعة لهيئات إسلامية، ليست هي التابعة لمنظمات يهودية. فكل واحدة منها تجتهد في أن تجعل منهجها وطريقة تدريسها في خدمة هوية التلاميذ وهوية الجهة التي تتبع لها المدرسة. وعادة هذه المدارس أكثر تفوقا من المدارس الحكومية وأحسن في الأداء، ويقبل الناس عليها أكثر. إذن المشكلة عندنا هي قضية سياسية تراها بالدرجة الأولى؟ قضية حرية، قضية أسباب سياسية. نعم، هناك أسباب سياسية، وهناك الحاجة إلى أن تكف الدولة عن الخوف من المجتمع، أن تسمح للمجتمع بأن يمارس دوره. الدولة لا يمكنها الانفراد بالإشراف على التعليم لوحدها، هي في حاجة ماسة إلى المجتمع حتى يحدث تنافس. الذي حصل عندنا هو أن مستوى المدارس الحكومية انهار، فذهب الناس إلى المدارس الخاصة، لكن المدارس الخاصة وجدت الإقبال شديدا، فحتى هي نفسها بدأ مستواها في التراجع، وأخشى صارت تجارية. هي تجارية، ومع كثرة الطلب أصبح يعني الحرص على الجودة أقل، والجانب الرسالي فيها للأسف يعني أقل حضورا، وبالتالي أصبح الجانب الشكلي، التظاهر، قضية المبالغة في أهمية مسألة اللغات، نعم، أكثر أهمية مما هو جوهري في العملية التعليمية. وهذا ربما مرتبط بما سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. شخصية الطفل العربي التي تصاغ في المدارس هو ما نتحدث عنه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10,727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن التعليم الابتدائي في الوطن العربي في الواقع الراهن. الدكتورة تقوى يعني تحدث من حيث نبدأ من حيث انتهى الأستاذ أحمد قبل قليل، مدارس خاصة موجودة في الغرب لكن كلها ضمن إطار مشروع، ضمن إطار رؤية تنطلق من الحفاظ على معاقد الهوية في أي أمة من الأمم. في الحالة العربية المدارس الخاصة شاردة كالغزال الشارد إذا صح التعبير، ليس هناك عقد ينتظمها، ما السبب؟ حقيقة السبب قد يكون له علاقة بالدولة، كما قلنا الدولة نفسها قد
لا تقبل أن يكون هناك مظلة تجمع هذه المدارس إلا مظلة شكلية قد تكون. أما الدول العربية بشكل عام تقول أنا ترانديني الإسلام أو ديانة أخرى ومدارسنا ومناهجنا تتبع ذلك، فهذه المناهج الحكومية الموجودة يعني تعالج هذه المواقف. المدارس في الغرب أظنها استطاعت أن تكون ضمن مظلة لأنه يعني تقودها الكنائس التي تسعى إلى هوية وهدف واضحة لها شخصيا غير موجود في المناهج الرسمية الحكومية. لكن في المناهج الرسمية الحكومية في الدول العربية يعني فيها جوانب دينية، جوانب عقدية يريدها الناس والمجتمع. فالدولة لا تحارب هذا يعني بشكل لأنها تريده أصلا في مناهجها. فالمدرسة الخاصة أو الحكومية القادرة على أن توظف المناهج وتدعمها بشكل قيمي تستطيع ذلك، يعني ليست محاربة يعني بشكل واضح أو ليست محاربة أصلا. فالمدارس التي تثبت وجودها حقيقة، المدارس الخاصة وحتى الحكومية التي تثبت وجودها، يعني لا أظنها تحارب حقيقة. لكن لا تكفي وحدها، المدرسة الخاصة أو المدرستين أو الثلاث أو الأربع التي لديها هدف قيمي لا تستطيع أن تغير مجتمعا دون مظلة كبيرة تستطيع أن تؤسس لأفكار قيمية كبيرة. لأن المناهج العادية الحكومية حقيقة فيها ركاكة في القيم، ركاكة باللغة، لا تعالج باللغة جزء منها نعم موجود في المناهج التجريبية التي تكون. أقصد أن المناهج تعطي شيئا لكنه لا يعين على النهوض بأبنائنا في ظل هذه الأجواء المجتمعية الصعبة جدا، الاختراق الذي سنتكلم عنه بعد قليل. المناهج لا تؤدي ذلك. فالمدارس الخاصة تحتاج حقيقة لقوة كبيرة أو لدعم كبير من المظلة الوطنية في الحكومة، لكن هذا غير متوفر كثيرا، ربما سياسات، ربما إمكانات، لا يعني كثير من الأسباب والسياسات بشكل عام يعني كما قلنا. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعين المدارس الخاصة التي لديها فكرة أو رؤية أو رسالة أن يعينها ويعني ييسر ويهيئ لها من الناس. لكن أستاذ دكتورة تخوى، لا ترين أن المدارس الخاصة في كثير منها كما تحدث أو ألمح بذلك تحولت إلى البعد التجاري؟ صحيح. وهذا في النهاية كما لو أننا ندور في حلقة مفرغة لا نصل إلى نتيجة. سيبقى ذلك حتى يمسك الراية واحد، يعني ربما يكون له إن شاء الله نكون في هذه الجلسات أو في هذه اللقاءات جزءا من هذا بإذن الله رب العالمين. صحيح هناك مؤسسات تجارية وهي مدارس قائمة ومعروفة وكثيرة جدا، فلابد أن قلنا قبل قليل عن الهوية والانتماء، وقال دكتورنا في مصر هناك لابد أن تكون منظومة متكاملة تتحدث في هذا، وهذا يحتاج جهدا، ولن نحطم مجاديف بعضنا، لابد أن نجتهد كلنا، كل يدلي بدلوه ويقدم ما عنده إن شاء الله حتى تحين تلك اللحظة. طيب أستاذ أحمد، في القاهرة يعني ربما ينتقد بعض أو كثير من الخبراء المردود العلمي والفكري والفني للمدارس في المنطقة العربية، لكن في مسار موازن آخر، يعني هل هذه المنظومة التعليمية تحديدا المدارس الخاصة استطاعت أو حتى الحكومية استطاعت أن تبني شخصية في الطفل العربي في المرحلة الابتدائية تحديدا، أن تبني شخصية عربية معالم الهوية واضحة فيها تعوض على الأقل النقص العلمي والفكري في المدارس وفي المناهج والتقصير في المناهج؟ شكرا يا أستاذ جهاد. حين ننظر إلى الوثائق الموجودة أو المكتوبة، المدونات الموجودة سواء على مستوى الوزارات، الوثائق التي تقدمها الوزارات من رؤى ومن رسالة إلى غير ذلك، وكذلك وثائق الخاصة بالمواد التي تدرس التي يشتمل عليها المنهاج، يعني مادة اللغة العربية، التربية الإسلامية إلى آخر هذه المواد، تجد كلاما غاية في الروعة وغاية في الجمال. في الديباجة تجد تكوين، نهدف إلى تكوين شخصية متوازنة معتزة بهويتها، بوطنها، بدينها، بقيمها، كلام جميل يعني. ولكن حضرتك لما تيجي تنظر إلى الواقع تجد تنزيل هذا الكلام على أرض الواقع يحتاج إلى ما يسمى بعالم الإجراءات، عالم المشاريع، عالم نستطيع أن نقول مثلا في ما يسمى بالسيستم أو النظام، وهو له فكرة عندنا، أو إحنا لما نسمع النظام يعني الترتيب، لكن لما ننظر مثلا الجماعة الغربيين نجد أن النظام مدخلات وبعدين مخرجات ونظام كنترول وعمليات بروسيس بيتخلل كل هذا.
هذه بتكون منظومة، نظام كامل يقوم بالمدخلات، بالمخرجات، بالعمليات، بالإجراءات. هذا العالم يتم بهذه الصورة المتكاملة، فينتج معرفة، ينتج مهارات، ينتج قيما، ينتج منظومة متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف الكلية النابعة كما قلت من الفلسفة. نحن عندنا أزمة في تنزيل المبادئ والكلمات والشعارات الرنانة والجمل الجميلة إلى أرض الواقع، إلى عالم التفاصيل. أين المشكلة؟ لماذا هناك فجوة بين الشعارات وبين التطبيق العملي؟ لماذا؟ أين المشكلة؟ الخلل؟ الفراغ؟ سؤال جميل جدا يا أستاذ جاد، أشكرك عليه. الخلل هو في المنظومة المفاهيمية نفسها حضرتك، يعني في الوعي، قضية الوعي، قضية الفكر، قيمة الفكر، بالإضافة إلى ما يراه الطالب أو المدرسة، لأنه الطالب يأتي من البيت. مثلا هضرب لحضرتك مثال، الطالب حين يأتي من البيت في المدرسة البريطانية لابد أن هو يكون عنده 20,000 كلمة عشان يدخل المرحلة الابتدائية، 20,000 كلمة وتسع قيم لازم يكون متعلمهم في البيت، تسع قيم يكون بيمارسهم وبيتعلمهم في البيت، مثلا زي الاستئذان، زي كذا. احنا لما نيجي عندنا احنا نقطة، ما عندنا الأدلة والشواهد وعندنا كل هذا، نعم، ولكن أين هو في أرض الواقع؟ محتاج إلى جهد كبير جدا كي تقوم بردم الفجوة بين القيمة المجردة هذه العظيمة وبين أن هي تكون مجسدة في عالم الواقع. فأنت ممكن تجد حضرتك المنظومة دي تنتج ماذا؟ من الابتدائي إلى أعلى المراحل قد تجد إنسانا فخما وفخما ثم يلقي بالورقة في الشارع ولا يبالي بالأوراق، ثم يستطيع أن هو عفوا يعني يبصق في الطريق ولا يشعر بأي تأنيب ضمير. لماذا؟ لأن هناك منظومة لم يتربى عليها. عندنا نعم، عندنا قيم مجردة رائعة جدا جدا، عندنا دين، عندنا القرآن، عندنا الأحاديث، عندنا كل هذه المنظومة، عندنا الحضارة الكبيرة، ولكن كيف تكسير الهوة بين ما نحمله من أفكار مجردة وبين واقعنا؟ هذا هو التحدي، هذا التحدي يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى إجراءات، يحتاج إلى مشاريع، يحتاج إلى قضية كبيرة حتى نستطيع أن احنا في النهاية نقدر يعني يقف الطالب في طابوره في الصف. طب ما هو يقف في الصلاة، يقف في الصلاة تماما كالبنيان المرصوص بجوار زميله، ولكن خارج الصلاة، خارج المدرسة، خارج المنظومة، هذا اللي احنا كلنا، وهذه قضية مجتمعية، قضية مجتمعية وليست قضية المدرسة فقط، إنما الطالب حين يأتي، الطالب حين يأتي من البيت في واقعنا، فإنه يأتي ومحمل بهذه الأزمة، بهذه القضية، يأتي إلى المدرسة، ثم نطالب المدرسة ونطالب المعلم بأن يكون عليه جهد كبير في هذا، والمعلم نفسه متأزم من هذه القضية، هو نفسه يعاني منها. هي قضية مجتمعية، يعني هذه نقطة مهمة لو أذنت لي أن أبني عليها أستاذ أحمد، لأسأل الأستاذ أحمد أيضا عندنا. يعني هناك واضح ميل واضح من قبل سواء الهيئات الإدارية والتدريسية أو حتى أولياء الأمور إلى التعلم باللغة الإنجليزية. أنا أريد أن أسألك عن حسابات أو ميزان الربح والخسارة، الربح في القضايا العلمية، المردود العلمي من خلال التعلم باللغة الإنجليزية، والخسارة في ميزان قضية تأسيس الهوية وتأسيس اللغة. وقد تحدث عن قضية 20,000 مفردة ينبغي أن يحتملها الطفل في المرحلة الابتدائية. في ميزان الربح والخسارة كيف يمكن تقييم هذه التجربة، تجربة الميل إلى التعلم باللغات الأجنبية؟ هذا خطأ كبير ناتج عن مجموعة من التعميمات المتداولة في المجتمع بما في المجتمع العلمي. لماذا هو ليس صحيحا؟ خطأ كبير، لأن المعرفة تبنى على اللغة الأم في الدرجة الأولى. ليس كل التلاميذ قادرين على إجادة لغة أجنبية. دراسة لغة أجنبية يجب أن تكون أمرا ثانويا تكميليا بعد اللغة العربية، خاصة أن عندك أهم لغة في العالم، أكثر اللغات تأثيرا في العالم، وأغزرهم العربية، وربما أغزرهم وأكثرها استقرارا وأفضلها في الرصيد الأدبي، وتفرط فيها. هذا مضر بالتلميذ إلى أقصى درجة، ولا يعطي بالضرورة إجادة للغة الأجنبية أيا كانت، فالتلميذ في الغالب يخسرها معا. أنا رأيت النموذج الياباني مثلا، الياباني في اليابان، يعني كررت هذا السؤال عليهم بما في ذلك على أشخاص في قطاع التعليم، أسألهم لماذا اليابانيون لا يجيدون اللغة الإنجليزية، يعني بشكل واضح يعني للزائر أن الياباني لا يتحدث من الإنجليزية. فوصلت إلى نتيجة أنهم لم يستطيعوا أن يعطوا للغة الأجنبية عددا كبيرا من الساعات، 35 ساعة في السنة للمستوى الرابع ابتدائي للغة الإنجليزية فقط.
لماذا لا يخصصون عدد ساعات أكبر للإنجليزية؟ لأن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب اللغة اليابانية التي يحتاج التلميذ إلى أن يجيدها قراءة وكتابة وأدبا، إلى أن يتذوقها، إلى أن يحبها. إذا أردنا أن يجيد التلميذ اللغة العربية وأن يتذوقها ويحبها وتكون في عينه هي اللغة وهي أفضل اللغات وهي أجملها، فبالتأكيد يجب أن لا يعني نعطي أي جزء من حصصها لفائدة أي لغة أخرى كيف ما كانت. ويمكن أن نستفيد أيضا من نموذج آخر صغير هو إيسلندا. إيسلندا فيها 300 ألف من السكان، كل التدريس في كل المستويات ما في ذلك في الجامعة تتم باللغة الأيسلندية، وليس عندهم تناقض في أن يستخدموا مراجع باللغة الإنجليزية، لكن النقاش في الفصل والامتحانات والشرح كل ذلك يتم باللغة الإيسلندية حصريا. وهذه الأمم الحية كلها تفعل هذا الأمر نفسه. طبعا حتى أندونيسيا التي كانت مستعمرة مثل بلداننا اليوم كل شيء، كل أنواع التدريس فيها باللغة الأندونيسية. حتى فيتنام تخلصت من يعني اللغة الفرنسية تخلصا تاما، الهندسة والطب وكل المواد تدرس بالفيتنامية، بينما في بعض الدول العربية تخلصوا من اللغة العربية لصالح ما يجري في المغرب حاليا. نعم. للأسف. نعم. مثلا طيب لو سألت الدكتورة تقوى، يعني الآن فيما يتعلق بموضوع التعليم باللغة الإنجليزية، هل في اللغة الإنجليزية في التعليم، يعني تحدثتم كثيرا عن موضوع مسؤولية الدولة والنظام السياسي، وتحدث الأستاذ أحمد من القاهرة عن قضية أنها قضية مجتمع في النهاية، لكن عندما يكون هناك في الإعلانات يرغبون الناس للتعلم أن من خصائص هذه المدرسة أنها تعلم باللغة الإنجليزية، وعندما يكون الأبناء من حملة شهادة الأدب العربي ومن الأدباء ومن الشعراء يميلون إلى تعليم أولادهم باللغة الإنجليزية على حساب اللغة العربية، ألا أن نتحدث هنا نحن عن قضية أزمة مجتمع قبل أن تكون أزمة دولة أو سياسة أو نظام؟ نعم، حقيقة كما قال الدكتور أحمد إنه اللغة الأم هي التي تبني، فالنكوص عنها إلى غيرها ويعني أخذ حصتها شيء حقيقة يعني سيء جدا. كان يتغنى بعض من نعرفهم تكلم يعني يسألوا باللغة الإنجليزية أمامنا، فإذا سألتها كم هل تحفظ الفاتحة في الصف الثاني أو الثالث، والله انشغلنا باللغة الإنجليزية. هذا لا يعني أن لا نتعلم اللغة الإنجليزية، لا يعني هذا أبدا، لكن اللغة الأم هي أولا. أظننا يعني من نفس الأعمار ربما لم ندرس اللغة الإنجليزية إلا من الصف الخامس، أنا بدأت من الصف الخامس لكن أتقنها بشكل جيد وأفهمها الحمد لله، ولم يؤثر على لغتي الأم. اللغة من يقال أن الأطفال يستوعبون 4 لغات أو أكثر من ذلك في العمر معين، لا مشكلة، لكن لو خصص لها جزء أيسر أو أقل يعني وتبقى اللغة الأم تأخذ حصة الأسد لكان أكثر أثرا، لأن الانتماء إلى الوطن والانتماء إلى الهوية العربية الإسلامية لابد أن يبدأ من اللغة العربية والقرآن الكريم، هي لغتنا العربية لغة القرآن، فالانتماء إلى الأمة سيكون من القرآن الكريم واللغة العربية غالبا. طب لماذا نحن الآن نعيش أزمة مجتمع؟ يعني إذا ما كان أولياء الأمور عندهم هذه النزعة نحو التعلم باللغة الإنجليزية أو ما يقال بالأدبيات العامة عقدة الخواجة، من أين نشأت هذه أزمة المجتمع؟ لأنها مرتبطة بالأزمة التعليمية ربما، لأن الأستاذ أحمد تحدث عن قضية أن التعليم الآن هو ربما ينوء بالحمل الأكبر فيه هو المجتمع. لماذا هذه الأزمة المجتمعية برأيك المرتبطة بالميل نحو التعلم باللغة الإنجليزية؟ قد تكون نهضة الدول الأجنبية وما يرونه من ينبهرون بما يرونه في دول الغرب، يظنون أن اللغة الإنجليزية إذا أتوا بها ستصنع ذلك. هم من هؤلاء الناس يعني صعدوا بلغتهم الأم، الغرب صعد بلغته الأم ولم يصعد باللغة العربية، فقد تكون جزء منها النهضة التي رأوها، أو زي ما قلنا قبل قليل أو كما قلنا قبل قليل موضوع الخواجة وكلمة بين قوسين البرستيج الذي يحبه العرب صنع ذلك. ولكنهم يعني كما أرى في مدرستي أنا الآن يبكون حتى يعيدوا أبنائهم إلى اللغة العربية، يبكون، أنا نحتاج أن يدرس أبنائنا اللغة العربية، ويتعبون ونتعب معهم، لكن بعد أن جربوا وتعبوا بأن يعلموا اللغة الإنجليزية أو أقول يعلموا لغتين معا، لأن الأطفال يستسهلون غالباً اللغة الإنجليزية وكل البرامج التلفزيونية باللغة الإنجليزية، برامج الأطفال الأهل ينبهرون بها ويعينوهم على ذلك. لكن هذه الأزمة إن شاء الله يعني أظنها قريباً ستحل إذا تكاتفت جهود الناس ورجعت
اللغة العربية ألقها، كما في مسابقات تعرض على المدارس الآن في إسطنبول مثلا، تعرض مسابقات في اللغة العربية على أطفالنا المتحدثين باللغة العربية ليحببوهم بها. طبعا الرسوم المتحركة بالإنجليزية، التربويون يقولون بأنها تمرر رسائل خطيرة متعلقة بالعقيدة وبالثقافة. نعم. وبالمجتمع. صحيح. طيب أستاذ أحمد، في القاهرة في ظل هذه الهجمة على اللغة الإنجليزية التي ينتج عنها فقر في المخزون اللغوي لدى الطالب العربي، ما نجاعة الرأي القائل بأن هذا يمثل أحد مظاهر الاختراق حتى إلى ساحة التعليم؟ هل توافق على هذا الرأي أم أن هذا الأمر يمكن أن يكون موجودا في أي أمة من الأمم، الميل إلى اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العالم العلمية الآن؟ وطبعا أتفق مع هذا بصورة جزئية. لماذا؟ أن هذا جزء أو انعكاس للأزمة الحضارية لما تكون الأمم متخلفة حضاريا. معروف كده أنه دايما كما قال ابن خلدون المغلوب مولع بالغالب، دايما عنده ولع بالغالب. فهي قضية قوة، قضية قوة وقضية ثقافة ذاتية قناعة. أنا أقول لحضرتك أنه ذكر الكاتب الكبير المرحوم الأستاذ أحمد بهاء الدين في أحد كتبه أنه من سنوات، يعني سنوات طويلة، أنه كان صديقا مقربا من السفير الياباني في القاهرة، وأنه رآه ذات يوم وهو يتجه إلى مركز لتعليم اللغة العربية، فاستوقفه وسأله: أنت تتعلم اللغة العربية وعندك مترجمون، يعني مترجمون من العربية لليابانية ومن الياباني العربي؟ قال: أنا كلفت من الحكومة اليابانية بأن أتعلم اللغة العربية. قال له: لماذا؟ قال: كلفوني بأن أترجم مقدمة ابن خلدون، ولا تثق الحكومة اليابانية في أي ترجمة أخرى غير ترجمة واحد ياباني مثلي، فهم عهدوا إلي بهذه المهمة. إلى هذا القدر يعني الاعتزاز باللغة اليابانية، وبأنه الذي يقوم بالترجمة واحد من اليابانيين، يترجم من اللغة العربية إلى اللغة اليابانية، يترجم مقدمة ابن خلدون، لأنهم في حاجة إلى التعرف على هذه المقدمة لما لها من صيت ذاع إلى غير ذلك. أقول لحضرتك أنه هذا من نتاجات الهزيمة الحضارية، وكما قال أحد الكتاب الكبار رحمه الله: الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا. وحين كتب مثلا هذا الذي قال الغزو الثقافي يمتد في فراغنا العلامة المفكر محمد الغزالي، ثم على نفس الوتيرة قال الأستاذ مالك بن نبي: القابلية للاستعمار، القابلية، يعني هناك استعمار والقابلية للاستعمار، ليست المشكلة في من يريدون أن يخترقوننا. هذا شيء طبيعي أن الأمم الغالبة تحاول أن تخترق الأمم الضعيفة، ولكن المهم أن هذا الضعيف يستطيع أن يقوى وأن يسد الثغرات والخلل الذي عنده من خلال اعتزاز بهذه الهوية، بهذه الثقافة. الطالب يتعلم اللغة العربية بصورة جميلة وشائقة وممتعة، ونربطها بالحياة، ونربط هذه اللغة بهويته، بوجوده، بحضارته، طبعا قبل هذا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي يشكل شخصيته، ونريد أن يشكل شخصيته كقيمة متجسدة وليست قيمة مجردة مثلا. أنا سأعود إليك أستاذ أحمد لأسألك بعد قليل عن 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 الوصفة الناجعة لتعليم عربي قوي، لكن قبل ذلك أريد أن أعود مرة أخرى للأستاذ أحمد القاري. يعني إذا ما أريد تتبع مسلسل الأخطاء في المنظومة التعليمية العربية وصولا إلى تشخيص المشكلة بدقة، فماذا يمكن أن تقول عن هذا الأمر؟ المشكل الأساسي هو مشكل معنوي. إذا بدأنا بنظام تعليمي منهزم مرتبك يقوم على سياسة لغوية غير سليمة نهائيا، تفرض في اللغة العربية، تعطيها مكانة أقل من مكانتها، فائدة لغات أخرى، تعدد لغوي أكثر من اللازم، كل هذا يمكن أن يؤدي بنا إلى مفهوم سمعت به مؤخرا في نقاش أمريكي، وهو إلى المدرسة الضارة. أن المدرسة هي أداة، هي وسيلة، هي ليست هدفا في حد ذاتها، هي وسيلة لأن نعلم الطفل. يمكن أن تتحول هذه الوسيلة إذا كانت تحطم ثقة الطفل في نفسه وفي مجتمعه وفي هويته، إذا كانت لا تدرسه لغته الأم، إذا كانت ستعطيه الانطباع بأن لغة أجنبية أسمى من لغته، وأن تاريخ أمم أخرى أسمى من تاريخه، وأنه محكوم عليه بالهزيمة، وأن يعني كل الصفات السلبية في العالم موجودة لديه. في هذه الحالة المدرسة تصبح ضارة. يعني أنا أفضل في هذه الحالة أن يبقى التلميذ في البيت على أن يذهب إلى مدرسة من هذا النوع. يجب أن يتوفر حد أدنى من الشروط لكي تكون المدرسة مقبولة.
هذه الشروط هي أولا هي شروط معنوية قبل توفر شروط مادية، ثم بعد ذلك هناك شروط مادية يجب أن يكون وقت الطفل في. لو اختزلنا هذه الشروط المعنوية المهمة بما يمكن تصنيفها أو تحديدها، ما يوجد لدى سائر الأمم الحرة في العالم أن يكون التعليم مبنيا على الهوية ومبنيا على التجربة المحلية. التعليم في بريطانيا لم يعرف قطيعة أبدا، هناك امتداد. جامعة أكسفورد كانت في الأصل مدرسة للرهبان، انقطاع تقصد، لم يعرف قطيعة، يعني لم يتوقفوا في لحظة معينة ويقولوا كل التراث الماضي عندنا لا يصلح لشيء ونحتاج إلى أن نؤسس من جديد. لكن هناك تراكم، هناك تحسين، وهذا التحسين ينبت محليا، كان شجرة نبتت محليا. ما نريد أن نقوم به هو أن نتخلص من كل التراث العظيم الموجود عندنا في التعليم، الذي كان عندنا قائما على الاختيارية، على الملائمة للتلميذ، التلاميذ ليسوا جميعا سياني، على علاقة الرعاية بين الأستاذ والتلميذ، أنها علاقة رعاية وليست علاقة سلطة، على الموسوعية، الدرس هو درس موسوعي، على المتعة، على المكتبات مفتوحة، على الحرية، على الإبداع، على عدم وجود رقابة. الرقابة لم توجد قط في الأدب العربي، لا توجد كلمة محظورة ولا تعبير محظور. كل هذا نريد أن نتخلص منه ونستورد شجرة لا تصلح لنا، خاصة نريد أن نستورد التجربة الكاثوليكية مع بعض التشويهات التي حصلت عليها في التجربة الفرنسية على الخصوص، ونريد أن نستنبتها في أرضنا. النتيجة كائن مشوه، ضرره أكثر من نفعه، يحطم ثقة التلميذ في نفسه، يحطم حبه للمعرفة، يجعله مرتبطة فقط بامتحانات، يمارس الخداع، يمارس نوع من النفعية لكي يجتاز الامتحان بدون رصيد معرفي. في النهاية كارثية ما لم نقم بتصحيحها بشكل فوري، بالبناء على التجربة الهائلة للتعليم الإسلامي والاعتزاز بتلك التجربة لكي ننطلق نحو أفق جديد. طيب، نقاط مهمة أثارها دكتورة تقوى. يعني أنت مديرة مدارس القدس الدولية أيضا، فضلا عن أنك خبيرة تربوية، هل يمكن استنباط منظومة تعليمية من التربة العربية والإسلامية بعيدا عن الانفتاح هذا الآخر الذي غالبا ما يورث العرب اختراقا في هويتهم؟ هل هذا يمكن؟ أنت قلت قبل قليل أن مجموعة مدارس خاصة لا تستطيع أن تغطي، لكن هذا لا يعني بالضرورة التوقف عن العمل. هل هذا ممكن أن تتحول مدرسة إلى علامة وأن يكون لديها منهاج تعليم وتصبح علامة مقصودة وتحرك المياه الراكدة التعليمية في المنطقة العربية؟ حقيقة إذا وجد الهدف أو وجدت الغاية الحقيقية والهمة سيكون. إذا عند من توجد الهمة؟ عند المدرسة أو عند المجموعة أو القائمين، إذا وجدت هذه الهمة سيكون، ربنا سيعين في ذلك. طبعا لابد أن نستعين بالله في كل وقت وحين، ثم نتخذ الأسباب ونستعين بالله في كل وقت وحين، ثم سيكون الهدف محققا بإذن الله. لا نعدم الوسيلة ولا نبقى يعني نتباكى على ما كان. لابد أن نصنع شيئا نضيف إلى ما ناهجنا ما هو ناقص منها. مثلا تفضل أنا نعم نضيف إلى مناهجنا ما كان ناقصا منه. نقول هناك قيم، هناك مشاريع، تحدث الدكتور من مصر أن قد يكون هناك مشاريع أنه أدب أبناءنا بها أو نعلمهم إياها، نعلمهم التفكير خارج الصندوق، نعلمهم الإيجابية. يخرج أبناؤنا من مناهجنا الآن في هذه المراحل عدوانيين، فيظهر أثر ذلك في كل مجتمعاتنا العربية. لماذا؟ لأن المناهج والأداءات لم تعالج حاجاتهم الحقيقية كأن يكونوا إنسانا فاعلا. أصلا الفطرة أن أكون إنسانا فاعلا، الفطرة أن أكون إنسانا صالحا. شوهتنا المناهج، فالرجوع إلى حاجاتنا سيحقق شيئا. الرجوع إلى الحاجات سيكون من خلال مناهج أو إضافات نوعية قيمية أو مشاريع كما قلنا تتبناها المؤسسة أو الأشخاص القائمون على ذلك، فيحققون من خلالها تفكيرا ناقدا بناء لدى أبنائنا، فيأخذ الحسنة ويترك الغثة من ما يتعلمه. القيم الإنسانية من خلال معلم قدوة أولا، ومن خلال ما قلنا الإضافات النوعية، من خلال إبراز المباهج والأشياء الصحيحة في المنهاج ومعالجة ما هو غير ذلك بطريقة إيجابية فعالة في المدرسة. والبيت لابد أن يكون رديفا مساعدا في هذا الأمر، لابد أن يكون عضوا فعالا إن شاء الله في ذلك.
طيب أستاذ أحمد، سؤالي الأخير لك، التعليم وخصوصا في المرحلة الابتدائية قضية حاسمة لا نقاش فيها للعرب إذا ما أرادوا أن ينهضوا، على الأقل يعني لكي لا يكونوا أبوابا مشرعة أمام الغرب إذا لم يكونوا منافسين. هل ثمت وصفة محددة من خبير في تقييم مناهج، من مستشار تربوي، من رجل يعني خبر هذا الشأن، هل هناك برأيك وصفة محددة يمكن أن تؤسس أو تمسك طرف الخيط في مشروع للنهوض بالتعليم العربي وخصوصا في المراحل الابتدائية؟ لأن يسمعك الآن يعني مدراء مدارس خاصة يمكن أن يستلهموا بعض الأفكار. نعم، نستطيع ذلك وبثقة. أولا بأن نتخلص من عقدة الأجنبي، من عقدة الخواجة، هذه لابد أن نتخلص منها في ذاتنا، في دواخلنا. بعد ذلك نستطيع أن نبحث عن القيم المشتركة، هناك قيم إنسانية مشتركة، وهناك بعض الأمور التي لا نستطيع أن نغض الطرف عنها. نحن في حاجة إلى أن ننفتح ونطلع، ويكون هناك بدلا من الاختراق يكون هناك اختراق، ولكن بالمعنى الإيجابي، معنى اختراق للقيم الراكدة عندنا. يعني لابد أن احنا تكون أفكارنا حية، تنزل على بيئة راكدة فتحركها. هذا احنا محتاجين نخترق أنفسنا أولا، هذه قضية مهمة جدا. يعني لابد من عودة إلى الذات، حديث ديالوج داخلي مع أنفسنا نحن، أن احنا نسترد هويتنا، ثم بعد ذلك نطلع. وحضارتنا لها باع في هذا من قبل، يعني أجدادنا اطلعوا على الثقافات وكان هناك أرضية مشتركة، واستطاعوا أن هم يصلوا ويستفيدوا من هذه الحضارة ويفيدوا، يعني يفيدوا فيها أو يمدوها، وأيضا يتزودوا منها. هذا منتج حضاري، كلها منتجات حضارية، لكن المهم أن احنا نأخذ أفكار الحضارة وليس أشياء ونشتري هياكل كالهياكل العظمية دون قلب ولا روح إلى غير ذلك. لابد أن احنا نكون عندنا قناعة بهذا. مثلا لابد نردم الهوة التي ذكرتها من قبل، لا يمكن أن أتعلم، أقول للطالب تعال وتعلم اللغة العربية، ثم هو يخرج من المدرسة فيجد كل المعاملات والمراسلات باللغة الإنجليزية. فهذا نوع من الازدواجية التي يجب أن يعني تعمل الأمة على التخلص منها، أنه لابد لغة هذه كما قلت يعني تتضافر كل الجهود المجتمعية من خارج المدرسة، وكذلك لا يمكن أنه يكون بيتعامل في البيت مع الخدم باللغة الإنجليزية ومع أمه باللغة الإنجليزية وهي عربية، ورأينا هذا، أو إنجليزية أو لغة أجنبية بصفة عامة. يعني ثم بعد ذلك نطالب أن يكون مستوى التحصيلي ومستوى التقدم الدراسي يكون عاليا. لابد ان لذلك قلت انها ازمه مجتمعيه، ازمه هويه، الكل يشارك فيها، الاجراءات، عالم الاجراءات، نعم، عالم المشاريع، نعم، عالم العلاقات، وقبل هذا وذاك عالم الافكار. اذا احنا عندنا هذه المنظومه نستطيع ان احنا نستعيد ثقتنا بالله اولا، ثم بانفسنا وذاتنا، ونستطيع ان احنا نردم هذه الهوة الحضاريه وناخذ دورنا في هذا العالم الذي لا يرحم الضعيف ولا يرحم الذليل. وعندنا نموذج هؤلاء الذين استطاعوا أنهم بلغتهم يترجموها وأن يفرضوها على لغة العلم في أماكن كثيرة من العالم، فيذهبون إلى تعلم العبرية، نعم، لأنه في مراجع في الرياضيات، في الماثماتيك وغيره، في الساينس بهذه اللغة، مراجع في حاجة إلى هذه اللغة. هذا الجهد أقول لحضرتك بالنسبة للجهد هذه اللغة التي ذكرتها الآن، نعم، هذه اللغة قام بها واحد قام فرد، قام وأخذ على عاتقه تحديا كبيرا، وبذل الوقت. أستاذ أحمد، وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. يعني للأسف بقي معي دقيقة أستطيع أن أسألك فيها، هل يمكن إنجاز مشروع نهضوي في التعليم الابتدائي العربي بعيدا عن تدخل الدولة بدقيقة من فضلك؟ ضروري، هذا ضروري، ممكن، ممكن، ويجب أن يحدث، وتحمله على عواتقنا جميعا، وهو مرتبط بكلمتين مفتاح ذكرهما الأستاذ أحمد والأستاذ تقوى، هما المعلم الحي والحذر من الهياكل بلا روح. المطلوب أن يكون التحرك للتعليم حيا، وأن يبنى على الروح وليس على الشكل وليس على الهياكل وليس على المظاهر. وأساسا أساسه هو اللغة العربية والبناء على الهوية. أشكرك.
حفظ الله أطفال العرب وقومهم بما ينفع العرب في التقدم العلمي والأخلاقي في ميدان الحضارة الحديثة. وشكر الله لضيفينا الكريمين الأستاذ أحمد القاري الباحث في السياسة اللغوية، وكذلك الشكر موصول للدكتورة تقوى عتيلي الخبيرة التربوية، والشكر أيضا للأستاذ أحمد عبد الباري الخبير في الرقابة المدرسية وتقييم المناهج. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله.